ولنقاش ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد إعلان واشنطن نية خفض قواتها، ينضم إلينا عبر الهاتف في مدينة إسطنبول التركية الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء النور. في ظل تباين المواقف في بغداد من إعلان واشنطن لخفض قواتها في المنطقة، كيف يمكن قراءة المشهد وما التغييرات المتوقعة تحديدا في قاعدتي عين الأسد وحرير؟ نعم، حقيقة في البداية دعيني أتطرق إلى تقرير نشرته مؤسسة راندا للتطوير في الفترة الماضية، وفي دراسة مطولة تضمنت تقييما لسحب القوات الأمريكية من العراق. هذا التقييم توصل إلى عدة خيارات، من ضمن هذه الخيارات هو الانسحاب الكامل من العراق، انسحاب جزئي ومحدود، وانسحاب كامل أو إنهاء الارتباط بشكل تام في العراق. من يتمعن في هذه الخيارات يتوصل إلى قناعة بأن القوات الأمريكية اختارت مسألة الانسحاب أو تقليص التواجد العسكري الأمريكي في العراق إلى أعداد قليلة جدا، بحيث تكون عبارة عن مجسات متقدمة لجمع المعلومات وكموطأ قدم للقوات الأمريكية للتعامل مع الحالات في الفترة القادمة. لذلك أنا أرى أنه ما يجري الآن هو ضمن استراتيجية البيت الأبيض بعملية سحب القوات العسكرية التي تعمل في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال، وفي الفترة الماضية تم سحب قوات عسكرية من ألمانيا، وبالتالي هي جزء من هذه الاستراتيجية. أضف إلى هذا بأن المتغيرات الداخلية التي طرأت على المشهد الأمريكي بعد الانتخابات بفوز بايدن ورفض الرئيس ترامب الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات انعكس بشكل كبير جدا على إقالة وزير الدفاع وتعيين ميلر وزيرا للدفاع بالوكالة، الذي أعلن عن تسريع عمليات الانسحاب بحيث تتطابق رؤية وزير الدفاع مع رؤية ترامب في هذه القضية. لذلك أنا أعتقد بأنه ما يجري الآن هو حقيقة انعكاس للسياسة الأمريكية، وإن كانت بالنسبة لترامب أو حتى بالنسبة لبايدن الذي يتفق على أنه يجب أن يبقى هناك ما يقارب 2000 جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط للتعامل مع المستجدات بالنسبة لمواجهة الإرهاب في هذه المنطقة. يأتي تخفيض القوات الأمريكية في ظل احتقان أمني في العراق، لا سيما بعد القصف الأخير على المنطقة الخضراء. كيف يؤثر انسحاب القوات الأمنية على توازن القوى في صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق؟ نعم، في البداية دعيني أقول بأنه ما يجري في العراق من تصعيد عسكري الآن ضد السفارة الأمريكية هو يأتي ضمن التوجيهات الإيرانية للجهات السياسية والمسلحة المرتبطة بها في العراق، والتي تسيطر الآن وتهيمن على القرار السياسي والعسكري، بحيث أن هذه الهجمات تظهر بشكل واضح ضعف القرار السياسي لحكومة الكاظمي وضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وعدم قدرتها على مواجهة هذه الميليشيات. لذلك أنا أعتقد بأنه عملية الانسحاب الأمريكي الآن قد تكون تكرار لسيناريو عام 2011 رغم الاختلاف الكبير في تلك الفترة، ولكنه سيضر بمصالح العراق وسيضر أيضا بمصالح الأمن القومي الأمريكي على المدى القريب وعلى المدى البعيد، لأنه هناك تهديد لتنظيم الدولة لازال قائم، هناك أيضا ضغوطات سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، وعملية الانسحاب لا تصب باتجاه هذه السياسة، كما إنها لن تحد من التواجد الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق، بل ستطلق يد إيران مرة ثانية في العراق وفي المنطقة. لذلك أنا أعتقد بأنه عملية الانسحاب الآن ستكون لها تداعيات كبيرة جدا على الأمن القومي العراقي وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة. يرى بعض النواب أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يعد بمثابة عقوبة أرادها ترامب للعراق، ما مدى صحة ذلك؟ نعم، هو قد يأتي من ضمن أيضا يعني من ضمن المناكفات ما بين الإدارة القادمة، بحيث عندما تأتي تجد أن هناك ملفات ساخنة وكثيرة، لأنه هناك إشكال كبير جدا أوقع ترامب به الإدارة الأمريكية لأسباب يعني كثيرة. أولا أن النهج الفوضوي للسياسة الخارجية الأمريكية أضر بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية، قوى تحالفاتها وأضعف نفوذها أمام حتى خصومها،
وبالتالي هناك تهديد حقيقي للأمن القومي الأمريكي على ساحات متعددة، منها كوريا الشمالية، منها فنزويلا، منها في سوريا، منطقة الخليج العربي، كما أنه أحدث انشقاقات داخلية كبيرة جدا. هناك اختلاف مع الكونغرس، هناك اختلاف مع البنتاغون، مع الخارجية في كثير من الملفات، لأنه هناك عمل يعني ملفات كثيرة اختلفت فيها رؤية الدوائر الأمريكية مع رؤية ترامب للتعامل مع الوضع، منها الانسحاب من سوريا، الانسحاب من أفغانستان، بناء جدار العازل مع المكسيك، إضافة إلى قضايا كثيرة أخرى في المنطقة. لذلك أنا أعتقد بأن هناك إشكال حقيقي انعكس كثيرا على السياسة الأمريكية في المنطقة ومنها العراق. هل هذا يعني أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيحافظ على هذه التغييرات الأخيرة لترامب، أم أنه سيحافظ على النهج الديمقراطي بشأن الإبقاء على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عموما والعراق تحديدا؟ نعم، هذه القضية بأنه الإدارة الأمريكية القادمة ستواجه تحديات كبيرة جدا. هذه التحديات ستكون تحديات داخلية أولا في مواجهة أزمة كورونا، في مواجهة الانقسام الداخلي الأمريكي، وثم مواجهة السياسة الخارجية، ملفات ساخنة في المنطقة، يعني سواء كان الملف النووي الإيراني أو سواء التعامل مع الصعود الصيني وعمل إشكالات مع الصين، وهناك ملفات أخرى كثيرة جدا يجب على الإدارة الأمريكية أن تعيدها، مثلا التعامل مع حلف الشمال الأطلسي، كان هناك تهديد لترامب بالانسحاب، هناك اتفاقيات مع روسيا تم الانسحاب منها، هناك اتفاقيات مع فرنسا أيضا تم، هناك إشكالات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية نتيجة تعامل الإدارة الأمريكية. يجب على إدارة ترامب أن تعيد العمل بمؤسسات الدولة وأن تعيد الثقة، يجب أن تعيد تحالفاتها في المنطقة من خلال العمل مع كثير من الحلفاء التي تم إضعاف العلاقة معهم خلال الفترة الماضية. لذلك أنا أعتقد بأن هناك تحديات خطيرة يجب على الإدارة الأمريكية القادمة أن تتعامل معها. أضف إلى هذا إن ما يقوم به الآن ترامب من عملية سحب للقوات سينعكس بصورة كبيرة جدا على ملفات تضر بالأمن القومي الأمريكي في الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لكم العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة دراسات السياسية والاستراتيجية رسام، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.